يا رب اديني مسحة خاصة من الروح القدس، ارسل المسحة دي وادي نفوس كثيرة ان قلوبها النهاردة تتفتح للكلمة دي. يوم خلاص احنا في مكاننا نغمض عينينا نقول يا رب شجعني يا رب وانا بين ايديك وفي محضرك، وديني افرح بيك يا رب، افرح بيك لانك انت كفيتي وانت حميتي بطول الطريق وطول الوقت. خليني ارفع قلبي اليك يا رب وانسى كل هم وكل حاجه واخداني بعيد عنك، لكن ابص عليك وحدك. فرح التلاميذ ازرء الرب، قول يا رب خليني اشوفك وديني استمتع واتمتع بحضورك وفي محضرك النهاردة. يا رب احنا بنشكرك بنعظمك من كل قلوبنا، بنشكرك يا رب من أجل كل وقت جديد بتجيبنا فيه قدامك علشان نتمتع بحضورك، علشان تكلمنا وتعلمنا بكلمة الحياة. انت قلت قديما يا رب أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. ساعدنا يا رب فعلا نتنقى واحنا بين ايديك وفي محضرك، قدس قلوبنا امامك ودينا نفرح ونتهلل بشخصك. ليك يا رب كل المجد، امين امين. تعالوا في بدايه وقتنا نقول له الهنا عظيم، الهنا امين وحافظ عهده سنين وسنين. هو وحده اللي يقدر يطعم شعبه في بريه ويطلق أسرة ومسبيين. إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعب برية ويطلق أسرى ومسبيين. مرة تاني. إلهنا عظيم، إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعب برية ويطلق أسرى إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مثل موجود بينجع بيته حسب وعده، من سيف جوليات وضرب وسور. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، فرح مكبير ورا صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه كمان مرة. قلب السجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه. ما في أبواب، ما في أبواب ولا أسوار أمامك، تقوايا تطبع ونفتغل مرة أولاك، نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح
سبقنا وأجدادنا، عهودك لينا ولولادنا، يا فاتن الحفرة حياتنا، وعدنا لسه ما تاخدنا. لا سبقنا وأجدادنا، ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني، شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك قوله رغم اني بتغير، رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد. ساعدني يا رب اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي، خطة عظيمة مدبرة لي، رحلة عمري انت راسم مالي، ساعدني يا رب اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. شكرا لي أحبك أكتر، ده محدش بيحبني قدك، وحد قلبي وخليني أصمت طول أيام أشهد عن حبك. سوق يا راجل أحبك أكتر، ده محدش بيحبني قدك، وحد قلبي وخليني أصمت طول أيام. شكرا ليك، شكرا ليك يا اللي بترعاني، اللي ايديك دايما رفعاني، شكرا ليك يا اللي بترعاني، اللي ايديك دايما رفعاني. كان المرنم بيقول له في قلب السجن ووسط الضيق، بشوفك يا رب ليا اوفى صديق. الفتية الثلاثة شافوا الرب معاهم فأتون النار، مش كده؟ ويوسف اللي كان في نظر الناس عبده، وكان في نظر الناس في السجن، وكان في نظر الناس مستعبد للبشر، كان ناجح وفرحان ورافع راسه، لأنه بيقوله لأنك أنت معايا وأنت جنبي يا رب. اللي بيعزيني في كل وقت وفي كل ظروف إن يسوع
معايا. تعالوا نقول الكلمات دي القديمة لكن محفوظة لينا كلنا، اللي بيعزيني عن كل ألامي إن يسوع معايا، وهو اللي بيضمن سلامي، هو اللي ضامن سلامي. ضمن جراحي اني اطلب
مش بس مهتم بينا، لكن المرنم هنا بيقول له انت مهتم بيا يا رب، واختبارات الماضي واللي فات كله معاك تثبت وتاكد انك مهتم باصغر تفاصيل الحياه. عشان كده المرنم هنا بيقول له اللي بيفرحني مش الظروف، ولا اللي بيفرحني ان في حد جنبي هيقدر يدافع عني ويسندني، اللي بيفرحني انك انت في حياتي، اللي بيفرحني انك ضامن وصولي، واللي بيفرحني انك راسم بايدك الخطه العظيمه اللي كنا بنرنم عنها من شوية، خطة عظيمة أنت مدبرها ورسمها لكل واحد فينا. تعالوا كمان نصلي الكلمات دي في قلوبنا ونقول له بنختبر ده في كل السنين. يمكن الناس بتستغرب يا رب إزاي إحنا برغم الاضطهاد والضيق اللي ممكن نتعرض ليه، بس إزاي بنقول الكلام ده، وإزاي برفع عيني على فوق وأقول لك أشكرك، أشكرك لأنك راسم الخطة الحلوة بما فيها من ضيقات وألم. قول له معايا الكلمات دي، قول له معايا لو تمر السنين بنختبر اختبار واحد معاك، انك انت بتفضل امين، انت الاله القدير والمعين. يا ستي المني
تعالوا نقول له كلمات يقول من قلبك. قول يا رب تختفي الأحزان في قربك. مش بتختفي الأحزان لما يكون في حد قريب مني غيرك. أنت وحدك اللي بتقدر تخفي الحزن والألم. يتشفي القلب اللي متعلق بيك وحبك. تتعافي الروح اللي ملكك. يعني كل حاجة ليها شرط. فالأحزان هتختفي بس مش لكل حد. للشخص اللي بيعين الله. الشخص اللي مقترب منه وقريب منه طول الوقت. يتشفي القلب بس اللي متعلق بيه مش بأي حاجة تاني على الأرض. تتعافي الروح اللي ملكه. مش ملك إنسان ولا ملك أي أصنام على الأرض من عقوبتها وديونها. تختفي الأحزان في قربك. يتشفي القلب اللي حبك. تتعافى الروح اللي ملكك من عقوبتها وديون الديون. انت دفعها والحمول. انت رفعها بالصلاة. بتستمعها والنفوس بتشيل همومها. لو هموم زينا وزينا والقلوب مش جايبة فايدة. انت بتنجي وتنقذ. يا معيد يا معيد ارحم حبايبك. يا يسوع اثني عجايبك. خلي كل الدنيا طاعة. انت مين يا رب؟ كنا منك ولا يا معين.
صاحب القوة. نقف مع بعض كلنا. تشكل يمينا تعمل معجزات. انت وحدك وانا عايزة مندمش ابدا الشخص اللي قال له انا عايزك انت يا صاحب القوات في كل الظروف وفي كل الاوقات. بيقول يا رب انا مش عايز ومش هممني كتير ان الظروف تتعدل بقدر ما انا عايز اشوفك في كل الظروف وفي كل وقت. الفتية الثلاثة يمكن كانوا خايفين من النار قبل ما يدخلوها، بس لما دخلوا لقوه موجود هناك قالوا له احنا عايزينك انت، مش فارق معانا كتير الالم والضيق ما دام انت موجود فيه. واللي معاك يا رب مش ممكن يندم ابدا، لكن دايما نصيبه الفرح والسعاده والسلام الحقيقي. عشان كده كنا بنقول له اللي بيعزيني في وقت الالم مش دايما ان الالم ينتهي ولا انه الظرف يخلص وتعدي الايام، لا، اللي بيعزيني في وقت الظروف الصعبه انك معايا. عشان كده المرنم في الترنيمه اللي فاتت بيمسك فيه هو
بيقول أنا عايزك أنت يا رب. في أتون محمى أنا عايزك أنت. في أسود جوعانة أنا عايزك أنت. طب الأطب احتاروا برضو أنا عايزك أنت يا صاحب القوات. أنت يا رب اللي تشغل يمينك وأنت وحدك اللي تعمل معجزات. مرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول له نفس الكلمات دي. يقول يا رب لما وقفت كده وفكرت قلت هو إيه اللي في الدنيا يفرح عبدك ويعزي؟ إيه اللي يفرح لما الظروف تبقى أفضل؟ في ناس ظروفها أحسن بكتير بس مش فرحانين. طب لما امتلك فلوس أكتر وإمكانيات أكتر؟ في ناس عنده غنى جزيل جدا لكن مش سعيد. كتاب المقدس كان الغني لأخصبر، فبدل ما يقول أشكرك إنك أغني كتاب فكر في نفسي نفسه أكتر، تعب أكتر وخاف أكتر، انتهت حياته. المرنم هنا بيقول ما فيش حاجة تفرح وتمتع بيه واشبع بشخصك. متعزي ومتشدد بيك. متعزي ومتشدد بيك. هادي طول ما انا عليك، هادي حتى لو الظروف صعبة. ايه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي غير الوهم؟ راجع لي مع بعض. ايه في الدنيا يفرح عبدك ويعزي غير الوقت امامك وتكون راضي موصل بس بفعل وعلى كل حياة علي هيغني للمسيح وبصوت الحق رح اشتغل.
المرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول لنا على سر الفرح والسلام والسعادة اللي في قلبه برغم الظروف. هو بيقول هنا في الترنيمة اللي فاتت بيقول في جبال قدامي، أيوة في جبال قدامي، بس أنا شايفك أنت اللي مالي المشهد، فحتى الجبال يا رب مش شايفها لأني شايفك أنت اللي مالي كل حاجة ومالي الصورة قدامي. المرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول الكلمات دي، بيقول أنا مش مسنود على إنسان، عشان كده ما تستغربش لو لقيتني فرحان ومتشجع برغم الظروف، ومش مسنود على الظروف فما تستغربش لما تلاقيني فرحان حتى لو الظروف بتتغير. أمال مين اللي بيسندك ومين اللي بيشجعك؟ يقول كده الله بيدعمني ويسندني. كويس. طب في وقت الأزمة والألم والضيق، وفي وقت الأزمة بينجدني، مش كده؟ عشان كده ما تستغربش، أنا مش لوحدي. المرنم بيقول كده، ممكن يكون الإنسان بره عايش حاسس إنه وحيد حتى لو في وسط زحمة ناس، وحتى لو ليه أصحاب كتير، بس أحياناً الواحد يحس إنه وحيد. المرنم هنا بيقول حتى لو لقيتني لوحدي أنا مش وحدي، لأن هو معايا وقريب مني. تيجوا إحنا واقفين نصلي الكلمات دي في قلوبنا؟ تعال أقول له الكلمات دي من قلبك، قول له أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش سايبني وحدي في البرية الصعبة، لكن أنت بنفسك بتدعمني وبتسندني. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. وفي وقت الأزمة بينجدني،
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. مساء الخير احبائي. في هذا المساء نشكر الرب من اجل كل عطاياه، من اجل كل نعمه، من اجل كل اعماله، من أجل محبته في كل الأحوال، في كل الأوضاع، في كل الظروف. نشكر الله على أمانته، نشكر الله على كل النعم اللي بيديها لكنيسته في كل وقت، واللي عندنا رجاء كبير إنه بيديها كمان لبلدنا. خلينا نبتدي كلمتنا النهاردة بقراءة من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع الآيتين الأولانيين. القديس بولس بيقول كده ببساطة: هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء أسرار الله. والمطلوب من كل الوكلاء أن يوجد كل واحدا منهم أمينا. ثم يسأل إنه كل وكيل يكون أمين. حابب أتأمل معاكم النهاردة في موضوع مهم، موضوع له أهمية خاصة: الأمانة. الأمانة مطلوب من الوكيل انه يكون امين. موضوع الامانة موضوع في غاية الاهمية في زمن، في عصر،
في وقت في ظروف بنسمع فيها كتير جدا عن قلة الأمانة. كم مرة بنسمع على التلفزيون أو في الجرايد قلة أمانة في مجال العمل اللي بيطنش المواعيد بيروح على مهله قوي واللي بيزوغ ويمشي بدري، قلة الأمانة في ماليات رشاوي وتزوير بنسمع كتير عن قلة أمانة بين أصدقاء، واحد هجر التاني، واحد خان التاني، مرات كمان حتى على مستويات أكثر عمقا مع بين الأسر. مرات كتير قوي بنلاقي ولاد بيعانوا، أولاد وبنات، شباب وشابات، أطفال صغيرين بيعانوا من إنه والديهم مش بيهتموا، مش موجودين، ما بيسألوش. فشيء من قلة الأمانة ناحية ولادنا، ناحية أسرنا، ناحية عائلتنا. مرات أهالي، والدين، أباء وأمهات، أجداد وجدات بيتألموا قوي بسبب هجران وقسوة ولادهم، نكران الجميل، الناس اللي تعبوا وربوا وكبروا وأدوا رسالة ودور يحسوا إنه في الآخر كأنهم اتركنوا على الرف، ما لهمش لازمة. أمانة ناحية ربنا، لأي درجة إلهنا حاضر في حياتنا وإحنا أمناء ليه وبنعبده بالحق، بالروح والحق، بحماس، بغيرة، بحميمية، بعمق. ناحية الكنيسة، إلى أي درجة أنا ملتزم بالكنيسة، بالاجتماعات، بالصلوات، بالخدمات. ناحية الناس الفقراء والغلابة في خدمات وتطوع كتير. إذن موضوع إحنا عايشين في جو نوعا ما موبوء، في سمة عدم الأمانة أو نقص الأمانة. ومن هنا تيجي أهمية التفكير، التأمل، الوقوف قدام موضوع الأمانة في حياتنا. والأمانة في كل حاجة، بنعرف إنه في مثل الوزنات متى 25 بيقول الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير. الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير. فهي الأمانة، أمانتنا كبشر تعني إيه؟ يعني إيه أمانة؟ قبل كل حاجة يعني إيه أمانة؟ الأمانة جاية من الفعل الجذر أمنة، ألف ميم نون، أمن، أمان وإيمان وأمان وأمانة. في كمان في اللغات العبري واليوناني، لغات الكتاب المقدس، كلمة أمانة تعني إخلاص، تعني وفاء، تعني بر، تعني قداسة، تعني إنه الواحد اللي جواه يبقى زي اللي براه، يبقى شفاف، يبقى واضح، يبقى دغري، يبقى حقيقي، يبقى حقيقي، مش فالصو، مش مزيف. شخص الأمين شخص حقيقي، شخص بيقول زي ما بيفكر ويفكر ويقول زي ما بيعمل، وبيعمل زي ما بيفكر وزي ما بيتكلم.
الأمانة إذن تعني الوفاء، تعني الإخلاص، تعني البر، تعني الاستقامة، تعني الصدق، تعني الحقيقة. فالنهاردة كلنا مدعوين أننا نعيش هذه الأمانة، لكن هي أمانتنا بتتبني على إيه؟ يعني اشمعنى أنا اللي أبقى أمين؟ ما كل الناس عايشة براحتها، ما كل واحد بيعمل على دماغه، كل الدنيا بتدور على الأسهل والأفضل والأريح. أمانتنا تبنى على أمانة الله، تبنى على أمانة الله. الله هو الأمين. الأمين يعني الصادق، يعني العادل، يعني الحقيقي. الله أمين على وعوده، أمين في عهوده، في مواعيده، أمين على شعبه، أمين على خلقته. الله هو الأمين دائما. الأمين يعني الثابت الذي لا يتغير في محبته. في المزامير بيقول عدل الله دائم وأمانته إلى جيل فجيل على مر الأجيال. يا رب إلى السماء محبتك وإلى الغيوم أمانتك. أمانة الله عالية دائمة مستمرة. وأمانة الله مش مرتبطة بأمانة البشر أو بخيانتهم، مش مرتبطة بوفائنا أو عدم وفائنا. الله دائم الأمانة، دائم المحبة، دائم الرحمة. بيقول وإن أنكرناه نحن سيظل هو أمينا. فأمانته مش مرتبطة لا بوفائنا ولا بخيانتنا. الأمانة هي سلوك أبناء الله اللي بينتموا إلى أبيهم السماوي، اللي بيعيشوا زيه، اللي بيتأملوا في شخصه، في صورته، في كلمته، في محبته، في وعوده، ويتعلموا كل يوم. فالنهاردة قدام هذا المجتمع اللي للأسف مريض بالخيانة، مريض بعدم الأمانة، لأنه ما عندوش صبر، لأنه ما عندوش قدرة على أنه يواصل، لأنه عوده طري ما بيقدرش يسند قدام الريح. علشان كده الناس بسهولة بقت تقلد الأمور السهلة، الأمور زي ما كل الناس بتعمل إحنا كمان هنعمل. غالبا الناس بتفكر كده، بقينا بنفكر بعقلية الجماهير، عقلية الجموع. والجموع طبيعي ان غالبية الناس ما عندهمش لا التكوين ولا التعليم ولا التربية. ناس كتير قوي على قدهم، ظروفهم ما سمحت لهمش انهم يعيشوا خبرات قوية او انهم يتعلموا يعني ايه قيم واصول ومبادئ، او خضعوا لظروف وضغوط ومؤثرات ومشاكل خلتهم بطبيعة الإنسان ميال للأسهل، ميال للأريح. بطبيعة الأمور الناس ميالين إنهم يخضعوا لشريعة عين بعين وسن بسن.
وبيعتبروا انه دي عدالة، بيعتبروا انه ده حق، هياخد حقي. هو في حد فينا مش بيغلط؟ هو في حد فينا ما بيقصرش مرة، ما بينساش مرة، ما بيطنش مرة، ما بيغلطش بقصد أو بدون قصد مرة؟ بعتقد إنه لو طبقنا بدقة وبحزم شريعة عين بعين وسن بسن، أفتكر كان هيكون عندنا عور كتير قوي، ناس كتير قوي فقد عينيها، لأنه في الغلطة الواحدة هيضيعوا عينين. أنا غلطت في حضرتك فهتضرب صبعك في عيني، وأنا هضطر أضرب صبعي في عينك، والحكاية تستمر، ونخلي بقى دايرة من الشر ومن الفساد. أمر صعب. فالأسهل إنه لما في إغراء اخضع للإغراء وروح في سكته. والجدع يعني بيقاوم مرة مرتين ثلاثة، وفي الآخر يقول لك ما هو التيار شديد قوي مش قادر، ما الضغوط كتيرة. ومرات أهل الشر مش بس بيغريك بالشر، أحيانا بيجبرك بضغوط معينة إنك تعيش في الخط ده. النهاردة عايزين نسأل نفسنا ونسأل ربنا، يا رب هو أنت عايزنا نكون أمناء لغاية فين؟ لغاية إمتى؟ قد إيه؟ هنلاقي الرد يجينا في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والآية 10، بيقول لنا كن أمينا إلى الموت، كن أمينا إلى الموت وسأعطيك إكليل الحياة. هو ربنا بيبالغ قوي كده ليه؟ هو ربنا مش بيراعي ظروفنا؟ مش عارف اننا يعني عظمنا لسه طري؟ القضية ما هيش كده. لا، اذا كان في حد في الكون وفي الابدية يقدر يراعي ظروفنا ويقدر امكانياتنا وحدودنا، فهو ربنا سبحانه وتعالى. هو الوحيد اللي فاهم تفاصيلنا، اللي عارف نقدر نروح لغاية فين. طب امال ليه بقى بيطلب كتير قوي كده؟ ببساطة شديدة، لأنه اللي بيحب كتير بيقدم كتير، واللي بيحب كتير بيطلب كتير. على فكرة ما تتبسطوش من اللي ما يتعبكوش في محبته، ما تتبسطوش من اللي يحبكوا قليل ويطلب منكوا قليل، ما تتبسطوش من اللي يضحككم إذا كان بيضحك عليكم. ما هو المثل البلدي بيقول كده، في اللي بيضحكك وبيضحك عليك، وفي اللي بكيك لأنه بيبكي عليك لأنه عايز يعمل منك حاجة. فربنا بيقول كن أمينا إلى الموت وسأعطيك إكليل الحياة. ما تقلقش، هيحصل إيه؟ هتفقد الحياة؟ حياة إيه؟ حياة الأرض؟ فيها إيه؟ الأرض فيها إيه تخاف عليه؟ فيها إيه خليك متمسك بيها قوي كده لدرجة إنك تنكر قيمك ومبادئك وإلهك؟ الأسبوع اللي فات ده بلدنا عاشت مأساة هي مدعاة للألم ومدعاة للفخر في ذات الوقت. محافظتنا صملوط جنبنا
قدمت نموذج لشباب بسطة جدا، لا هم علماء ولا هم رجال دين كبار، دي ناس بسطة جدا 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 زي أهلي وأهلك وأهلها وأهلنا كلنا، ناس رايحة تدور على لقمة عيشها. يعني هربانين من ضيق الحال ورايحين وهم بيفتكروا انه هناك ممكن يكون فيه الفرج. وناس ما عملتش مشكلة لحد، ما ارتكبتش جريمة، لأنهم مسيحيين ولأنهم مصريين ولأنه أجناد الشر عايزة تكسر البلد دي، عايزة تفصل بين عنصريها الأساسيين مسيحيين ومسلمين، عايزة تهد فيها بأي شكل، عايزة تدخل عشان تخرب بأي طريقة، لكنهم لقوا حائط صد منيع. حائط الصد قدام قوى الشر دايما هتكون الأمانة. 21 شهيد اللي يمكن البعض منكم يكونوا شافوا الفيديو بتاعهم، على قد ما هو مؤلم ومتعب واللي بيشوفه صعب ينام من الوحشية والإجرام القتل الدبح، على قد ما هذا المشهد يعصر القلب، على قد ما هذا المشهد بيزلزل الكيان، على قد ما هذا المشهد بيخلي المسيحيين والمصريين يبقوا واقفين رافعين راسهم في كرامة، لأنه ناس مستعدين يذهبوا إلى الموت، يكونوا أمناء إلى الموت، علشان كده بيدوا حياة. الله أعطاهم إكليل الحياة، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، متأكدين أنهم الآن في المجد، أنهم الآن يتمتعوا بالحياة الحقيقية الكاملة البهائية الجميلة اللي ما فيهاش لا دموع ولا ألم. لكن هم مش هم بس اللي نالوا إكليل الحياة، هم إدوا حياة لبلدنا، إدوا حياة في التقارب في الألفة في الود. شفنا البلد يعني في أبهى صورها مسيحيين ومسلمين مع بعض، دموع المسيحيين بتختلط مع دموع المسلمين في حاجة تعبر عن وحدة الكيان. بلد بتحيا من جديد، بتحيا فيها القيم. بنشوف دولة حاضرة بكل قوة، بتعرف تعبر عن قوتها وعن حبها لأولادها، بتعرف تقول إنه على الشر عندنا سلطان وعندنا قدرة، رئيس الجمهورية بتقدر تمد دراعها عشان تقول اللي حيمد إيده على المصري ملوش وجود. حابب أقول إنه جميل إنه بلدنا ترجع كرامة شعبها وتقف بشموخ قدام العالم عشان تقول مش هنتكسر، مش هننهزم، مش هنخاف. لكن في إيماننا المسيحي، ودي حاجة أنا سمعتها لما كنت في العزف صمالوت، كان في صيحات كتير قوي بتقول لازم لازم ناخد الطار، سلحونا وابعتونا على ليبيا واحنا هنعمل نسوي الهوايل. القضية مش قضية انفعالات. وسط
المشاعر المجروحة المنفعلة دي سمعت أصوات في غاية العمق وفي غاية التقوى والإيمان والقوة. صحيح إنه القوي اللي يعرف ياخد حقه، لكن أقوى منه اللي يعرف يسامح، اللي يعرف يغفر. مش بمعنى، عشان ما نتفهمش غلط، مش بالمعنى ان انا نسيب حقنا والبلد تبقى ملطشة، لا ده مش هيحصل ابدا. لكن كتير من اهالي الشهداء كانوا بيقولوا خلينا نصلي عشان الناس دي، خلينا نصلي علشان الاشرار دول، يمكن ربنا يلمس قلبهم زي ما لمس قلب شاول، اللي هو كمان كان رايح يجيب ناس عشان يقتلهم من أجل إيمانهم أو من أجل أنهم بيعرضوا فكره. ونقدر نكسبهم للمسيح، نقدر نكسبهم للخير، للبر، أنهم يزرعوا خير ويزرعوا أمان بدل ما يكونوا عناصر شر وقتل وموت. سر قوة الإنسان في الحقوق الشخصية، مش في حقوق الدولة، في الحقوق الشخصية تقدر تسامح زي ما أنت عايز. عندنا نموذج رائع في القديس قراص البابا يوحنا بولس الثاني، وقت ما كان في ميدان القديس بطرس وعلي أغا ضربه بالمسدس وكان تقريبا على شفا أنه يموت وأصيب، بعد ما اتعملت له العملية وخلص فترة النقاهة في المستشفى، أول مشوار عمله قراص البابا يوحنا بولس الثاني طلع من المستشفى مش على السكن بتاعه في الفاتيكان، على السجن المحبسة بتاعت علي أغا. وهناك قال بوضوح حقي الشخصي أنا بسامح فيه، أنا بغفر، لكن حق الدولة الإيطالية اللي فيه إرهابي تعدى عليها، تعدى على سلطانها، تعدى على حد من مواطنيها، تاخد حقها، الدولة تاخد حقها، القانون ياخد مجراه، لكن أنا حقي الشخصي أنا بسامح فيه. ودي عظمة القوة، العفو عند المقدرة، لما أكون قادر وبعفو. لأنه لو الناس دخلت في دايرة شر شر شر، كل واحد هيقدر، اللي يقدر بالعافية وبالدراع وبالعضلات بيكسر، واللي مش قادر بعضلاته هيشغل دماغه بالخبث واللؤم والحيلة والمكر يدبر مكايد. وكلنا بنشوف كل يوم تقريبا أنواع من الشر، لكن لو دايرة الشر ابتدت بيبقى صعب جدا إنها تتكسر أو تنتهي إن ما كانش يكون في قوة حب لا نهائية، قوة حب إلهية، قوة حب تنبع من قلب الرب. ما هو لازم يكون في تضحيات. سيدنا يسوع المسيح بيتكلم تشبيها عن نفسه، بيقول حبة الحنطة، حبة القمح، إن لم تقع في الأرض وتموت وتموت تبقى وحدها، لكن إن وقعت في الأرض وماتت تأتي بثمر كثير. الأمانة اللي قدموها الشباب دول هي بالنسبة لنا نموذج، هي بالنسبة لنا دعوة، زي ما بقول إلى الألم، إننا نصلي من أجلهم، نصلي من أجل أسرهم، ونطلب إنهم هم الشهداء يصلوا من أجلنا، وإننا نبص لبلدنا بشكل جديد، بشكل مختلف، شكل فيه ثقة، فيه انتماء، فيه حب. ده نموذج للأمانة، كن أمينا حتى الموت، كن أمينا حتى الموت. نطلب أن ربنا يدينا قوتهم، يدينا سلامهم وثباتهم، يدينا اللي كان في قلبهم وهم قدام الموت لكن في ثبات، في سلام، بصين وهم بيشوفوا ما لا يرى،
على لسانهم كلمة: يا رب يسوع المسيح اغفر لي، ساعدني، سامحهم، اغفر لهم. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. مطلوب من الوكلاء أن يكونوا أمناء. الله اخترنا، دعانا لنكون وكلاء أسرار الله، إننا نعيش وإحنا كأن الله يعز على ألسنتنا رسالة الله المقروءة من جميع الناس. الأمانة لله الأمين دائما. خلونا نسأل نفسنا إلى أي درجة إحنا أمناء في علاقتنا مع ربنا؟ أمناء إننا نحس بالفعل إننا أولاده ونستمتع بده. أمناء في صلواتنا، في عبادتنا. أمناء في محبتنا ليه. أمناء في غيرتنا على ملكوته وعلى كلامه وعلى عمله. لأي درجة إحنا أمناء في الوقت اللي بنخصصه لربنا؟ ده وقت ربنا، في وقت. في العهد القديم قال: أعطوني العشور وجربوني. مش هطلب منكم عشر وقتكم، هيبقى كتير يمكن. أقدر أطلب يمكن أقل ما يمكن، نقول عشر العشر. أرجوكم قدمون ربنا وكونوا أمناء على هذا الوقت. كونوا أمناء على هذا الوقت وانتوا هتشوفوا بركاته قد إيه. هتشوفوا بركات الله لما بخصص له وقته، بديله وقته، بديله مكانه في قلبي، في فكري، في حياتي، في أعمالي، في نهاري. إن كان بيطلب مننا إننا نكون نور للعالم وملح للأرض وخميرة للعجين، يعني حاجة فعالة، مش هينفع إني أبقى كده من غير ما هو نفسه الله إلهنا يبقى نور لحياتي وملح لأرضي وخميرة لعجينة كياني وذاتي وجسدي وفكري وعقلي ومشاعري. هو الأول لازم يشكلني، يخمرني، ينورني، يحييني، يملاني، عشان بعدين أنا بدوري أقدر أعمل الدور ده. الأمانة لله في العبادة، في الصلاة، في قراءة كلمة الله، في الالتزام بالأسرار المقدسة، في المحبة اللي هي الوصية الأولى والأساسية: أحبب الرب إلهك. هل أنا أمين في محبة ربنا؟ ولا بسهولة اتوضعت في موقف محرج أو موقف في ضغط؟ ممكن أحلف، أشتم، أنكر إلهي، أنكر إيماني، يمكن مش بالكلام، يمكن مش باللفظ، بس سلوكي، تصرفاتي تقول إن كأني ولا أعرف ربنا. يعني الأمانة لله. شعب إسرائيل في العهد القديم عمل مع ربنا قد إيه وربنا ظل دائما أمين. في العهد الجديد مع المسيح، الكتبة والفريسيين واليهود والشعب اللي يوم الحد كانوا بيقولوا: هوشعنا مبارك الآتي باسم الرب، يوم الجمعة العظيمة بيقولوا: اصلبوا، اصلبوا، دموا علينا وعلى أولادنا. إلى أي درجة إحنا كنا أمناء؟ وهو إلى أي درجة كان أمين لينا؟ وإن أنكرناه نحن يظل هو أمينا. بس دي مش فرصة، بما أنه يعني هو هيظل أمين فخد راحتك بقى. بما أنه ربنا رحيم وغفور وحنين وبيسامح، يبقى عيش على هواك وعلى مزاجك. ده معناه أنه ما فهمناش حاجة من محبة ربنا. ما يكون عندك صديق
طيب وبيتحمل وبيغفر وبيسامح مش معناه أننا نتمادى في ابتزازه أو في الضغط عليه، لأنه دي ما تبقاش أصالة، تبقاش شهامة ولا نبل أخلاق. هل إحنا أمناء؟ لكنيستنا، لتعاليمها، لقيمها، لمبادئها، ولا بناخد من القيم ومن المبادئ ومن عناصر الإيمان ما يروق لنا، ما يحلو لنا، اللي على هوايا، اللي يريحني، اللي أقدر عليه، واللي مش قادر لا صعب. ده الصفحة دي في الإنجيل فيها كلام، أحبوا أعداءكم مثلا، وصية من الإنجيل. الصفحة دي ما تناسبنيش اليومين دول، ده ربنا كتبها زمان لناس غيرنا بتاع الجيل القديم، النهاردة ما حدش قادر يتحمل الكلام ده. لا يا حبيبي، الصفحة دي مكتوبة ليك النهاردة، ومكتوبة اللي هيجوا بعد 1000 سنة ومليون سنة، مكتوبة لكل الأجيال. بس أنا مش قادر، ده أنا مش قادر حتى أحب حد من عيلتي ولا حد، لا مطلوب، مطلوب. إلزم نفسك شوية، أطلب نعمة، ما هي نعمة من ربنا. حتى الاستشهاد، الوصول إلى قمة الحب اللي شفناه مع الشباب 21، بما أنه آخر حدث، يعني ما هماش الوحيدين، بس ده آخر حدث لسه مازال أثروا علينا جامد، مش قادرين نتخلص منه، مش عايزين نتخلص منه في الحقيقة. هي نعمة. أنا بعتقد أنه الولاد دول 21 عشان يوصلوا لمرحلة الثبات والقوة والراس المرفوعة والعين اللي مش مغمضة ومش قلقانة ومش خايفة، فيش أي شكل اضطراب على وشهم، شفتوا أشكالهم كله، صلوا كتير وهم مسحوبين كده من قفاهم، كان قلبهم مع ربنا، عينيهم عند ربنا، ده اللي ادالهم سلامه. دي نعمة، الإيمان نعمة والاستشهاد نعمة. ما القديس بولس بيقول أعطيتم وهبتم منحتم، انتبهوا، هي عطية وهبة ومنحة. أعطيتم وهبتم منحتم إيه؟ لا أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتألموا أيضا معه. يعني الألم مع المسيح زي الإيمان به، هو نعمة منه، هو نعمة منه، لازم نطلبها بقوة. وكل ما الضغوط تزيد عليك، كل ما الألم تشتد، اطلب النعمة، اطلب النعمة انك تكون امين الى النهاية، انك تكون ثابت على موقفك. هتجيلك اغراءات كتير، هتجيلك تحديات كتير، هتجيلك صعوبات كتير، هتجيلك تجارب كتير، اطلب النعمة ان تكون امينا، ان تكون امينا. الامانة مش كلنا نقدر يكون عندنا الشهامة والجدعانة والعنترية، مش مطلوب. الواقف فليحذر لألا يسقط، اطلبها نعمة. خلينا نسأل نفسنا إذا كنا أمناء في بيتنا، في عيلتنا، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. الأمانة مش مرتبطة بس بموضوع الخيانة الزوجية، على فكرة دي أقصى حاجة ممكن حد يتخيلها، لكن الأمانة على مشاعره أو مشاعرها، على إحساسه إحساسها، على كرامته كرامتها، على وقته وقتها، على تعبه وتعبها، على جهده وجهدها، على حاجات كتير. أمين على في كلامي، أمين في مواقفي، أمين في قراراتي. لما بقرر حاجة، لما بعمل حاجة، بعمل حساب انه عندي زوج، ان عندي زوجه، ان عندي اب وام، عندي اولاد بعمل حسابهم، انا امين ليهم، ولا انا ما بفكرش غير في مصلحتي. لما تعبان ولا متضايق ما بشوفش حد، بطيح في الكل.
أنا مركز الدنيا وكل الدنيا تلف حواليا كله تحت خدمتي. السيد ممكن تكون ست السيدة يعني برضو ما محرمش، لكن المهم أنه إلى أي درجة أنا أمين، أمين على الوقت، على المجهود، على الفلوس، على الموارد. بستخدمها إزاي؟ بصرفها فين؟ بدبرها بأي طريقة؟ مدبر ولا مقتر يعني بخيل قوي، ولا فرطة إيده مخرومة ما عملش حساب لحاجة؟ يوم الله عين الله. مطلوب الحكمة، مطلوب الأمانة على كل كلمة، على كل فكرة، على كل موقف، على كل إحساس، على كل شعور، على كل شخص كبير ولا صغير، إن كان لسه مولود النهاردة ولا إذا كان كمل 100 سنة. الأمانة لبعض، الأمانة تعني محبة، الأمانة تعني تضحية. هل أنا أمين لمواهبي اللي ربنا اديها لي، للنعم اللي ربنا بيفيضها عليا؟ أبسط حاجة يمكن احنا هنا في مصر ما نديهاش أهمية كتير، وهي في الحقيقة ليها قيمة كبيرة جدا، الوقت. هل أنا أمين للوقت؟ في الروحانية بند مهم جدا يسمى تقديس اللحظة الحاضرة، تقديس اللحظة الحاضرة، إن كل لحظة في حياتي هي لحظة مقدسة، وأعمل فيها بالضبط. بتتقدس لما بعمل فيها بالضبط اللي لازم أعمله. كان في زمان قديس صغير طالب في المدرسة عنده 12 سنة تقريبا، وبعدين حد من المعلمين بتعوته كانوا بيلعبوا ماتش كورة، فكرة طلعت في الأوت فراح يجيبها، فمسكوا كده على جنب بيقول له لو جالك الموت دلوقتي هتعمل ايه؟ او كان في الحياة في البريك، في الوقت اللي في النص، الراحة اللي في النص بين شوطين. فدخل كده المدرس فبيسألهم واحد واحد من الشباب دول 12-13 سنة، فبياخد واحد يقول لو جالك الموت دلوقتي هتعمل ايه؟ اول واحد قال له اجري بسرعة اروح اعترف. طب والتاني انت هتعمل ايه؟ اجري بسرعة اروح اترمي في حضن ماما. والتالت لا انا هروح اتلم مع اصحابي ونعمل حاجة حلوة كده عشان لما نموت نموت واحنا بنعمل حاجة حلوة. ووصل عند دومينيك سافيو شاب ده 12-13 سنة بيقول له لو جالك الموت دلوقتي هتعمل ايه؟ قال له هكمل العب، هكمل العب. بس انت مش خايف؟ قال له لا. وهخاف من ايه؟ ما هو انا وقت الصلاة صليت، وقت المذاكرة ذاكرت، وقت ما كان لازم اكرم بابا وماما كنت بعمل لهم الخدمة اللي هم محتاجين لها، وقت ما كان لازم ارتاح ارتحت، وقت ما كان لازم اكل اكلت، ودلوقتي وقت ما لازم العب هلعب. ربنا مش عايز مني اكتر من كده. انا بقدس اللحظة الحاضرة، يعني كل حاجة بعملها في وقتها، ما بلخبطش الدنيا على بعض، ما بأجلش وكنسل الحاجات الصعبة. طب دي خليها شوية، أجل دي مش عايزين وجع دماغ، أضي لك وقت شوية وقت حلوين أو ما عرفش. لا، النهاردة هعمل إيه ولازم أعمله إزاي؟ اللحظة دي هعمل فيها إيه؟ لازم أكون فين؟ لازم أكون بصلي يبقى لازم أصلي، لازم أكون بشتغل يبقى لازم أشتغل، وقت ما أكون بقضي وقت كويس مع عائلتي بقضي وقت كويس مع عائلتي. تقديس اللحظة الحاضرة، الأمانة للوقت، الوقت اللي بيتسرب من بين إيدينا كده بيسرسب من غير ما نحس بيه، ده عمرنا، ده عمرنا، دي حياتنا اللي بتضيع. كل ساعة هي جزء من ساعة من حياتي، أو بملاها وتبقى حياتي ذات قيمة، أو بضيعها وتبقى حياتي سوري في التعبير هايفة وتافهة وملهاش قيمة. إحنا زماننا، إحنا وقتنا، حياتنا هي عمرنا،
الأيام بتاعتنا هي أيام عمرنا مليانة إيه؟ بنملاها بإيه؟ بتعبر عن إيه؟ تعبر عن أي نوعية من البني أدمين؟ إلا أيامه مليانة ومثمرة وحية وفعالة، يبقى هو ده عنوان ليه، عنوان لحياته. عايز تقيس عمقك وغناك، بصوا لشكل أيامك مليانة بإيه، بصوا لشكل علاقاتك مليانة بإيه. قل لي أنت مين، قل لي ماشي مع مين أقول لك أنت مين، قل لي مين أصدقائك أقول لك أنت مين. عشان كده كمان زي ما في أمانة للوقت، في أمانة للعلاقات. تكلمنا عن الأسرة، ممكن نتكلم عن أصدقائنا، عن زملائنا، عن ناس كتير قوي. إلى أي درجة أنا بحافظ عليهم، بساعدهم، بحميهم، بقول كلمة حق وقت ما لازم أطبطب بطبطب، وقت ما لازم أشوط حشوط، باحترام وبحب. بس الأمانة تقتضي ان لما يكون في حاجه غلط اقول انه ده غلط، لما في حاجه صح بقول ده صح. وقت ما لازم اشجع واسند هشجع واسند، وقت لازم احذر واوبخ هحذر واوبخ. الامانه تفترض كده، مش علشان حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. ده مثل عبيط ما ينفعش، مش بتاعنا. صديقك من صدقك. فهل إحنا أمناء في علاقتنا مع بعض، علاقتنا مع الممتلكات العامة، مع الطبيعة؟ بنرمي أي حاجة في أي حتة في أي وقت؟ بنحافظ على نظافة المكان اللي إحنا فيه؟ بنحافظ على استهلاك؟ مرات كتير قوي بدخل، أنا آسف بدخل في تفاصيل صغيرة بس بتدل على الأمانة، بدخل في مكان فيه 7-8 لمض منورين وما فيش حد قاعد، وتعدي ساعات بالشكل ده. يا عمي ده انت بتدفع، حتى لو مش بتدفع حافظ. في بعض دور العبادة معفاة من التيار الكهربائي، انا ببقى حريص ان كل اللمض تبقى مطفية. حريص لازم، امانة دي مقدرات البلد. ما هو لو انا استهلكت اللي كم كيلوات واحد تاني كان استهلك له كم مش عارف ايه، في الاخر بعد شوية الاحمال هتزيد والنور هيطفى واللي عنده شغل هيتعطل. الامانة، لو انا برمي زباله هنا وحد بيرمي هنا والتاني بيرمي هنا والتالت بيرمي هنا، في الاخر بقى في تلوث، بقى في امراض، بقيت مساهم في ضرر، مانيش امين. احفظ على وقتي في شغلي، كل دقيقه وكل ثانيه ليها اهميه. الشغل لازم يبتدي الساعه 8، ببتدي الساعه 8 مش 8:05. لازم اخرج الساعه 3 والساعه 4، يبقى هخرج 3 و4 مش قبل كده بدقيقه. كن امينا، وحبكتها قوي بقت زياده قوي الى الموت. اصل الامانه والطاعه لله حاجه واحده، والمسيح اطاع حتى الموت، موت على الصليب. يعني كان امين لغايه الموت. ما هو ما طلبش مننا حاجه هو ما عملهاش، ما طلبش مننا حاجه هو ما عملهاش. مواهبك، عقلك، المواهب اللي ربنا اديها لك، عندك صوت حلو، عندك موهبة رسم، موهبة كتابة، موهبة شعر، موهبة جري، موهبة أي حاجة، كل النعم اللي ربنا حطها جواك بتنميها، بتكبرها، بتصنفرها، بتلمعها وتنظفها، بتكبر بيها وتخليها تكبرك، ولا صدقوني بعرف يمكن عشرات البشر لو كانوا اهتموا بمواهب ربنا مديها لهم في حياتهم كانوا بقوا من مشاهير العالم، مش بس مشاهير الجمهورية. لكن بسبب الكسل، بسبب حدش عايز يتعب نفسه، حدش عايز يلتزم، حدش عايز، يمكن في ناس ظروفها مش مساعداها، لكن اللي ظرفه مساعده واللي عنده الإمكانية ليه بتهمل؟ ما هي دي موهبة، ما هي دي وزنة. اللي هيحافظ على وزنته ويروح يدفنها في التراب هيقول له أيها العبد الشرير والكسلان،
لكن اللي أخد وزنتين واللي أخد خمسة وتاجر فيهم قال له اديتني وزنتين، اديتني موهبتين، اديتني نعمتين، برد لك أربعة. ربنا عايز ولاده شطار الذين بهم المسرة. كل ما ابنك شاطر، كل ما ابنك بينجز، كل ما ابنك بيرفع راسك بتبقى سعيد بيه، فرحان بيه. ربنا كده عايز يشوف ولاده حاجة تفرح القلب، بيكبروا بينوروا، يشعون كالكواكب في ملكوت أبيهم. المطفي المكسور لسه ما بقاش مسيحي، المهزوم الضعيف ما عندناش ده. روح الرجاء، روح الفرح، روح القوة. الله لم يعطنا روح الفشل بل روح النصرة. كل ده يجي من الأمانة. عايزين نقفل أبواب الشر، عايزين تنمو حياتنا، عايزين ينصلح حالنا وتنصلح علاقاتنا ويتبني مجتمعنا وبيوتنا وأسرنا وكنايسنا وكل الحتة. عيشوا الأمانة، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. آمين. نقول مع المرنم اللي بيقول خلينا أمنا في كل أمر، أيامنا على الأرض ظل، عايزين نحياها بأمانة، لا نخونك ولا يوم نضل، وملامحك توضح توضح جوانا. ساعدنا نهرب من
أشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهار بتفيض من حواليك بروحك وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا ونعطش لحياتنا.
استاذنكم كمان نقف مع بعض ونختم بالكلمات اللي جاية قبل ما نختم بالصلاة الربانية. المرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول له بقدر أعيش أمين لشخصك، وأقدر أعيش وحاسس طول الوقت إن عايز أعيش لك كل الحياة لما بتأمل في اللي بتعمله من أجلي. زي ما كنا بنسمع، هو أمين فبتعلم إزاي أعيش الأمانة، هو بيحبني فبتعلم إزاي أعرف أحبه زي ما قال الرسول يوحنا. تعالوا نقول له الكلمات دي. يا رب يا اللي حولت المرارة اللي في حياتي لأفراح وسعادة وترنيمات، يقول له كده في العدد الأخير، مديون أعيش لك ومديون أكون أمين ليك بطول الوقت. يا اللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات. يا اللي حولت المرارة اللي لترنيمات، حتى ضعفي وجهلي قلبي ما منعش الإحسان. يا مرة يا اللي حولت المرارة لحياتي لترنيمات، حتى ضعفي وجهلي قلبي ما منعش كل ثانية
لي مجد لاسمك يا عجيب. شكرا لي عملك في حياتنا رهيب. نسجد لي رافعين رايه الصليب يا عجيب يا ابن الله. يلا مره تاني مع بعض. الصلاة الربانية. أبانا الذي في السماء ليتقدس Thank you.
خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم واحفظهم في الإيمان القويم، كللهم بالمجد والكرامة كل أيام حياتهم، اجعلهم في المحبة التي تفوق كل شيء والسلام الذي يعلو كل فهم، بشفاعة سيدتنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجميع صفوف الملائكة والرسل والأبرار والشهداء والقديسين، أمين. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلامك، ثبت لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والتسبيح إلى الأبد، أمين. فليبارككم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم.